رمضان کریم. مرحبا بكن يا أحلى زهرات. فيديو اليوم يتحدث عن تدابير منزلية. احرصي دوما ان تبدأي اعداد اطباقك باكرا، لان النار الهادئة هي احدى اسرار الطبخ اللذيذ. عند إعداد السلطة لا تضع الخل والليمون إلا عند التقديم. الأطباق التي تستعملين فيها البطاطا المرحية، دوما احرصي على غلي البطاطا ورحيها وهي ساخنة، لأنها حين تبرد تصبح مطاطية لزجة وصعبة الرحي. هذه البطاطا مرحية وهي ساخنة. اغسلي الخضروات قبل تقشيرها لكي لا تنقل الأوساخ حين تقشرينها. أضيفي ملعقة من الخل والملح إلى الماء الذي تغسلين به الخضروات، فتموت الجراثيم العالقة بها وتهبط إلى القاع. عندما تشتري الفريك، اختاري النوعية الجيدة التي يكون لونها أخضرا طبيعيا، واحذري الأنواع المغشوشة التي تملأ الأسواق والتي يكون لونها أخضر زاهيا يوحي بالجودة، وما هي في الحقيقة إلا مصبوغة بملون غذائي. هذا الفريك مختلط أخضر وأصفر، أعدته لي حماتي في البيت، الله يحفظها. لفي النعناع أو القزبر أو البقدونس في القصدير أي ورق الألمنيوم حتى لا يذبل بسرعة. لا تشتري كميات كبيرة من الخضار، فالزمن كفيل بتخريب كل الفيتامينات التي تحتويها، كما أن لذة الأطباق ترجع بالدرجة الأولى لمدى طراوة الخضار وطازجتها. إذا أعجبك هذا النوع من الفيديوهات اضغط على زر اللايك، وإذا أردت مشاهدة فيديوهات أخرى اضغط على زر الاشتراك، وفعل الجرس لتصلك الفيديوهات أول بأول. شكرا على متابعتكم.